لماذا نصلي من أجل الراقدين؟ كان مدار حلقة نقاش في برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج شرايحة. وقد ميز هذه الحلقة مشاركة غبطة البطريرك فؤاد طوال بطريرك القدس اللاتيني الأسبق والأب فرح حجازين كاهن رعية رميمين للاتين، حيث قدم غبطة البطريرك إيجازا لاهوتيا لنظرة الكنيسة الكاثوليكية للصلاة من أجل الراقدين، كما عرج الأب حجازين على المراجع الكتابية التي ترتكز عليها الكنيسة في الصلاة من أجل الراقدين. فإلى هناك. في مطلع هذا الشهر احتفلت الكنيسة أولا بعيد جميع القديسين. نعم. هناك أيام مخصصة لبعض القديسين، ولكن لما كانت أيام السنة لا تكفي للعدد الهائل من القديسين والشهداء على مدار التاريخ، خصصت الكنيسة يوما نحتفل فيه بجميع القديسين. ولا ننسى بهذا الصدد، وإن شاء الله أنتم منهم، العدد الكبير من القديسين الذين لا يزالون على قيد الحياة، من أباء وأمهات وشبيبة يعيشون النعمة ومخافة الله والعمل بوصاياه. المهم بعد هذا عيد القديسين بارتباط واضح معه، يوم الثاني من هذا الشهر نحتفل بعيد جميع الموتى، نسمي عيد احتفال جميع الموتى، خاصة الموتى من الأهل والأقارب، نزور قبورهم، نصلي لأجل راحتهم الأبدية. بهذه المناسبة أود أن أركز أنه علينا أن نصلي أيضا لأولئك الموتى الذين ليس لهم من يذكرهم بالصلاة. نصلي لأولئك الموتى الذين قتلوا جراء الحروب في سوريا، العراق، اليمن، بأفريقيا أو أي مكان ثاني، أو ماتوا أيضا بسبب الكوارث الطبيعية. كما كانت الحال، كما هي الحال في مرفأ بيروت أو الأمطار الغزيرة مؤخرا في السودان. بالنسبة للموتى، نحن نصلي لموتانا، لا نبكي ولا نحزن كمن لا رجع لهم. تعزيتنا دوما في مصابنا أن فقيدنا أو فقيدتنا عاش مكرما، مات مكرما، محاطا بالأهل والأقارب. هون ضروري جدا نتذكر الأوضاع التي نحن فيها. فقيدنا والحمد لله وجد من يمسك بيده في الساعات الأخيرة علامة المحبة. فقيدنا رأى الكاهن بجانب السرير يعطيه الأسرار المقدسة الأخيرة، يرفع يده ليمنحه الحل الأخيرة ويقرأ على مسمعيه صلاة الوداع لينتقل بسلام وهدوء وإيمان من هذه الدنيا إلى أحضان الله، حيث لا بكاء ولا ألم ولا وجع رأس ولا كورونا. مثل هذا الموت يعني بين الأهل محاطين ومع الكاهن، هذا الموت هو نعمة، هو تعزية. موضوع هو مايل لأنه فعلاً بتذكر وصل إلى مسامع بعض المسيحيين في زياراتهم للمنكوبين أو المحزونين يخالفون في حديثهم المحبة الأخوية وقواعد العباد المسيحي بآرائهم المدمرة للإيمان والمحبطة للنفوس. على مثال، لماذا الصلاة من أجل الميت؟ ماذا ينفع الميت الأعمال والتي عملها؟ الصلاة من أجل الميت مثل الذي يضيء شمعة خلف الإنسان، أي لا يستفيد منها. نقول لهؤلاء ما يلي: أولا، الأفضل لهؤلاء أن يلزموا الصمت في هذه المناسبات، لأنه لا يحق للإنسان أن يتحدث بما لا يفهم، كما يقول العرب: لا تهرب بما لا تعرف. ثانيا، لا يحق لأي إنسان أن يطفئ الإيمان في قلوب الناس متألمين، هم أحوج الناس إلى مثل هذا الإيمان في شدتهم، ويزرعون الشك في نفوس هؤلاء. أذكر هؤلاء بكلمة الرب الرهيبة: الويل لمن تقع عن يده الشكوك، فأولى به أن تعلق الرحى في عنقه ويلقى في عرض البحر. الويل للعالم من أسباب العثرات ولا بد من وجودها، ولكن الويل للذي يكون حجر عثرة. ثالثا،
الصلاة تعزي المؤمن في ساعة الشدة وتذكره بمصير موتاه الأبرار، ألا وهو القيام مع المسيح، حتى لا يحزن ولا ييأس المؤمن عند موت عزيز عليه كما يفعل الوثنيون. وبهذا الخصوص يقول لنا القديس بولس في رسالته إلى أهل تسالونيقي: أيها الإخوة، لا نريد أن تجهلوا مصير الأموات لئلا تحزنوا كسائر الناس الذين لا رجاء لهم. فإما ونحن نؤمن بأن المسيح قد مات ثم قام، فكذلك نؤمن بأن الذين ماتوا في المسيح سينقلهم الله إليه معه. فليشدد بعضكم بعضا بهذا الكلام. رابعا، نحن نؤمن بأن جميع المؤمنين يؤلفون كنيسة واحدة كالجسد الواحد في ثلاثة مراحل: الكنيسة المنتصرة هم سكان السماء، الكنيسة المجاهدة سكان الأرض، الكنيسة المتألمة سكان المطهر. وهؤلاء جميعا يؤلفون جسدا واحدا كما يقول قديس بولس، وهذه الأعضاء تتعاون معا لخير الجسد العام. نحن في كثرتنا جسد واحد في المسيح لأننا أعضاء بعضنا لبعض، ليتم الأعضاء بعضها ببعض. فإذا تألم عضو تألمت معه سائر الأعضاء، وإذا أكرم عضو صرت معه سائر الأعضاء. فأنتم جسد المسيح وكل واحد منكم عضو منه. خامسا، الصلاة من أجل الموتى مفيدة بشهادة الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد. العهد القديم، نقرأ في سفر المكابيين الثاني فصل 12 آية 43 إلى 46 كيف أنه في حرب اليهود مع الأدوميين سقط عدد كبير من اليهود، فجمع يهود النبيل يقول السفر من كل واحد تقدم، فبلغ المجموع 2000 درهم من الفضة، فأرسل إلى أورشليم ليقدم بها ذبيحة عن الخطيئة، وكان ذلك من أحسن الصنيع وأتقاه لاعتقاده قيامة الموتى، لأنه لو لم يكن مترجيا قيامة الذين سقطوا لكان صلاته من أجل الموتى باطلا وعبثا، والاعتبار أن الذين رقدوا بالتقوى قد ادخل لهم ثواب جميل وهو رأي مقدس قوي. ولهذا، وهون بركز، ولهذا قدم الكفارة عن الموتى ليحلوا من الخطيئة، قدم الكفارة عن الموتى ليحلوا من الخطيئة. إذا تقادم يهوذا في الهيكل كانت تحل الموتى من الخطيئة، طبعا الخطيئة العرضية الخفيفة، ويمدح الكتاب هذا الصنيع بقوله وكان ذلك من أحسن الصنيع وأتقاه. هذا يعني أن هناك بعض الخطايا تحل بعد الموت، وهي الخطايا الخفيفة التي يتطهر منها الإنسان قبل دخول السماء، وليس الخطايا المميتة التي ترسل إلى جهنم. فإذا كانت تقادم المال والذبائح في هيكل سليمان تحل بعض الخطايا، فكم بالأحرى تقديم ذبيحة القداس في الكبائر تحل الموتى من هذه الخطايا.